رغم إنفاقه طوال عقدين من الزمن على قواته العسكرية مليارات الدولارات لتجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات، إلا أن العراق اليوم ما زال يفتقر لغطاء يحمي أجواءه من الخروقات جراء رفض أمريكي تزويد بغداد بمنظومة دفاع جوي وصواريخ مضادة للطائرات. لجنة الأمن والدفاع النيابية حذرت من تداعيات غياب أي منظومة دفاع جوي في ظل تحديات خطيرة تمس أمن العراق، فيما أشارت الأحزاب المقربة من إيران إلى أن واشنطن تبتز العراق جراء هيمنة واشنطن على هذا الملف وتقييدها تنويع مصادر التسليح العراقية، حيث سبق وأفشلت صفقة شراء العراق لمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. مخاوف الميليشيات تظهر اليوم على السطح في ظل رد إسرائيلي متوقع على إيران وأذرعها في العراق، وهو ما قد يكلف هذه الميليشيات أثماناً باهظة، في وقت أكد فيه القيادي في حشد وزارة الدفاع عبد الرحمن الجزائري أن العراق لا يمتلك غطاءً جوياً يوفر مجالاً لمن سماها بالمقاومة للعمل ضد إسرائيل. وفي ذات السياق وضمن التصعيد بين إسرائيل وإيران وأذرعها في المنطقة، نقلت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن مصادر قولها إن ما وصفتها بالجبهة في العراق تحت السيطرة الجوية الأمريكية دون استبعاد إمكانية الهجوم هناك. مراقبون عسكريون رجحوا إبلاغ واشنطن حكومة السودان بأنها لن تتكفل بتأمين أجواء العراق حال اتسعت دائرة الحرب في المنطقة بسبب تهديد الميليشيات إطلاق هجمات ضد مصادر الطاقة في الشرق الأوسط. ترجيحات جاءت عقب إعلان الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اتخاذ الحكومة ما سماها بالتدابير اللازمة لتأمين الأجواء العراقية، فيما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول حكومي تحذير السوداني الميليشيات من توريط العراق في حرب لا قدرة للعراق على تحمل تبعاتها.